ناس خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي في هيك وفي هيك يا بابيك بيحلالي لهاد مرتاح ولا غيره أحسن كيف ما كنت يكون كيف ما بدي يكون لهو مرتاح ولا أنا أحسن كيف ما كنت يكوني وكيف ما بدي تكوني يا ناس خلوني يا ناس خلوني Do it! Come on! Just do it! Come on! يلا The way that you are وللبغي ألف لا لا ولا لا يا حبيبي يا أمة لن تهون عزك كنز مصون نضحي بكل ما نملك من أجل الوطن والكرامة هنا ومن هذا المكان نعلن للعالم أجمع بأننا شعب لا يرضى الذل لأننا شعب حر را 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 روحنا فداء للوطن للشعب المعطاء خاء خير رمزي شباب كاف واو وينك يا ميمي وينك اعطيني حشوة بارود بدنا نحن الدم نادي وينك يا حامي الحدود دار درب النضال طويل طويل وعشق الرجال جميل جميل لام لأنكم جميلون لأنكم كلكم جميلون اسمحوا لي أن أقول لكم شكرا لكم جميعا وسنكون معا هكذا على دروب النصر والتحرير والكفاح حبيبي بسام عجبك الاحتفال لام
لا طبعا، لانه كله لت وعجن، وهذا الحكي ما منه خواص. صاد، صحيح كلامك، والله كلامك صحيح. حق حبيبي، هذا الحكي بعمره ما عمر بلاد. مالك شايف شو عم يصير بالعالم؟ ميم، مزبوط، والله هالكلام مزبوط. طاء، طيب شو رأيك نروح نشرب لنا قازوزة لأنه ريقنا نشف أحسن من الخورفة والكش؟ شي شرف. فادي حبيبتي راحة على البيت؟ طاء، ترك أولادي ببيت أهلي، لازم جيبهم بعدين روح. حق، حردعني نساتك ببيت أهلك؟ كاف، كله من هالواطي الله لا يوفقه، صار لي شهرين ما رحوش ببيت أهلي، لا سأل عني ولا سأل عن أولاده. ها هدول الرجال بدهم مرة تزلهم، لك سأليني لإلي. يا يلا خليني امشي، لانه اكيد ولادي الاطاقيد جننوها لماما وما خلوها تعرف تنام. ميم، مع السلامة، باي. بابا الانسة قالت لي ما فوتك على الصف اذا ما لك حاطت الفولار. روح من وشي احسن ما شوتك شوطة عزك بالصف، هذا اللي كان ناقص. صاد صالح، كم مرة قلت لك ما تحكي هيك مع الولد؟ لسه حاطه ونازل بهادل فيه، صار الولد مثل المفتون. لا لك مو الحق عليكي، الحق على اللي جن وتجوز بالاصل. وها يا شباب، مين ما دفع؟ عين، نزلني عندك زكاتك عندك. كاف، كنت روحتنا يا زلمه، شوفك شو شايفنا خواريف. فا افتح لنا الباب، زكاتك افتحوا. واو وجب. ألف، انت طالق طالق طالق. ألف، أنا مرشيد يا بسام، إذا ما شطتك بالمحاكم ما بيكون اسمي ابتسام. ميم، مو على حب النبي بوسه قبل ما تروحي. يا قدام الناس. سين، سرحان بحبك وماني عرفان، قدام الناس وماني غلطان، مرتي وحلالي والأجانب مو أحسن مني. يا يبعت لك حمى ودائس الإلهي، روح على بيت أهلي ولا فوت لجوا. ألف، انقلعي، العين تطرق شو منقارية، روحي لعند المام، روحي لعند المام. تفو. ميم، ماما بدي نبو. واو، ولا انت كم مرة بدك تشرب؟ لسا من شوي شربتك، امتى بدك تبطل هالعادة؟ تامر، شفت اللي هديك البنت شلون عم تطلع فيني؟ يا أجدى بتكون مستشبه بواحد تاني، امشي قدامي. يا الله على العيشة، لك منين بدي لحق لكم مصاري أنا؟ ألف، اتكل على الله، ما بعد الضيق إلا الفراج. جيم، جيب نارا يا ولد. دال، دربي سد ما يرد. يلا ولي، نلعي على بيت أهلك. كاف، كرولا، انت ما بتسمع شو عم أحكي؟ يا عيني يا ليلي يا ليل. لام، ولك انت حاسس على حالك شو عم تحكي؟ ضب لسانك احسن ما يجوا الفطونة ويبعتونا على المسلخ. خاء، لك خلاص، شو بكون؟ نون 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 الحمد لله، نعمة كريم. نعمة كريم؟ على الرشوة صارت نعمة كريم؟ ايه نعم سيدي، نعمة كريم. انت خليك بشغلك ولا تنغص علي شغلي. هلا انا عم نغص عليك شغلك؟ لك انا عم معيك. لك انت اللي بدك توعية. انا؟ ايه انت، وقوع على حالك وشوف انت وين صرت والدنيا صارت وين. خربانة يا سيدي وخربانة، منقعد ومنتفرج عليها وهي عم تخرب. لا والله ما انت السابق، منزيد بخرابة. سيدي خربانة فينا وبلانا. هذا الحكي مو مزبوط، نحن عايزين نصلح. بالله شو، شرف كشف لي عن زنودك ومناع هيفا وهي بتغني
ومناعة تعمل أمريكا اللي عم تعمله بالعالم. شرف صلح يوم صلح. لك شو أمريكا ما أمريكا؟ وين أخذتنا أنت؟ حبيبي خلينا نغير بأنفسنا بعدين بنبدأ التغيير في الآخرين. حط عينك بعيني. هلأ أنت شخصياً قادر تغير شيء ببيتك وبنفسك؟ طبعاً وهذا اللي عم يصير. طيب شو رأيك بالموبايل؟ منيح عنده ضرورة. طيب أنت قادر تمنع مرتك وولادك إنه ما يطقوا حنك فيه طعمة وبلا طعمة؟ طبعاً يعني غالباً. طيب بتقدر تقنع بنتك تلبس نفس الأواعي كل السنة؟ وإنت ذاتك قادر؟ لك شو قصتك أخي بدك تعمل لنا محاضرة؟ أخي ببساطة الرشوة اللي عم تاخدها أنت حرام وما له أي تفسير تاني. والجوع مو حرام والذل مو حرام وإنك ما تقدر تعلم أولادك مو حرام؟ شو جاب هاي لهي يا أخي على طريقتك هي وتفسيرك هذا يعني إنه الحرامي بيقدر يسرق وقت اللي بيكون لازمه مصاري والمجرم ممكن يقتل إذا كان غضبان. طيب رح أجي معك قيم كل هالحكي وكبه بزبالة. أنت اللي عم تشتغل باليوم شغلتين وما عم ترجع على البيت لأنصاص الليالي قدرت تستقر وتشتري بيت وتعيش فيه أنت ومرتك وولادك؟ بنتك قدرت تدفع لها 30,000 ليرة سوري مشان تدخل صيدلة بالتعليم الموازي وخليتها تكب سنة من حياتها وتعيد البكالوريا وترجع يطلع لها هندسة ميكانيك بعد ما رفع المعدلات؟ أخي شو ما كان يكون هذا مو تبرير لحتى ارتشي. لا بتعب وبهلك وما برتشي وما طعني ولادي حرام ولا بربيهم على الحرام. ليش انت ذات نفسك عم يزيد معك وقت لتشوف ولادك وتقعد معهم وتربيهم؟ انت كنت عم تشكيلي من يومين انه بتفوت وهن النايمين وعم تطلعوا وهن النايمين. ودخلك شو يلي بيضمن لك انه ولادك اللي عم يشوفوك عم تفوت وتطلع وتشتغل مثل البغل وما عم تقدر تأمن لهم حاجاتهم وطلباتهم؟ شو بيضمن لك انه ما يطلعوا بالمستقبل مرتشين؟ انا بعمل اللي علي والباقي على الله. الله ما قال لك انه تهمل بيتك ولادك؟ لا بالعكس الله امرنا انه نعيشهم عيشه كريمه. اخي انا مبسوط هيك بعيشتي وما دخلك لا فيني ولا بحياتي ولا بولادي. اقول لحالة انا كمان مبسوط بعيشتي مع مرتي ولادي رجاء لا بقى تتدخل بشغليها. اتم باع بالعزة اعمل اللي بدك اياه. هذا الحكي المزبوط التفت لشغلك وكل مين على دينه الله يعينه. اهلين وسهلين الله يعافيك. مع السلامة. نعمة كريم ليش هيك عم تطلع؟ التفت على شغلك. جمعية نظافة أول جمعية أهلية بالعاصمة. هذا كله بفضلكم. لا طبعاً نحن كلنا إيد واحدة. المشروع مشروعنا كلنا وما بدنا ننسى شكر رئيس البلدية اللي يعني قدم مساعدة كتير. هذا المشروع مشروع حضاري كتير. مشروع نظافة له قيمة كتير كبيرة. يعني بتعرفوا نحن هلأ مقربين على موسم سياحي والبلد الحضاري هو البلد النظيف. يعني النظافة هي الحضارة. يعني تعرفوا طبعاً ميزانية الجمعية هلأ مو هالميزانية الكبيرة كتير بس ولكن عند الانطلاقة الأولى وعند الإنجازات ستأتينا المنح من الدولة. طبعاً هكذا وعدت القيادة أن تأتينا المنح وليس فقط من الدولة ومن المؤسسات الخاصة ومن المؤسسات العامة لأن هذا المشروع هو مشروع حضاري. يعني ما بعرف شو بدي أقولكم بس أنتوا كيف حاطين ببالكم أنه نبلش؟ بدي يعني آراء.
استاذ انا عم فكر بدايه انه نعمل حملات حملات التوعيه ما كثير بتزبط هي القصه استاذ، لانه انا من طول عمري من وقت ما كنت صغير بسمع انه حملات توعيه وحملات توعيه وشغلات اعلاميه. اعتقد انه هي المساله لما تثمر ثمارها، لما يعني تعطي يعني استاذ اذا الحكي يعني بلاها لازم بدنا فعل. عفوا استاذ نادر، يعني انت هند انا ما فهمت عليكم شيء، ممكن يعني اخذ رايكم واحد واحد؟ يعني شوف لي هالصور استاذ بعد اذنك. شو هاد؟ هي مزبلة؟ ماني شايفة، وين؟ لا أستاذ هي مو مزبلة، هي حارة. هي حارة؟ وأنا موافق، هي حارة. بس هي رح تكون التحدي الأول لجمعيتنا. رح أرجيكم جمعيتنا شو رح تعمل بهي الحارة، وشلون رح تخليها جنة، ورد، خضار. مفهوم؟ هي هي أستاذ، شرف. بس شو هاد؟ لك يا حريق حريق سفرك علي يا استاذ، سفرك يا ولد برميل. شو بك؟ مو معقول شو هاد؟ ريحة الوسخ بتعمل عوارض حمل طولين لسه. شو هاد؟ عن جد؟ شو هاد؟ الحارة؟ لا طويلة هيك؟ يا استاذ على مد عينك والنظر. لا بسرعة طلعنا من الوقت. لا مو بسرعة مو بسرعة، أنا قلت لكم هاي الحارة بالنسبة لي تحدي. شو رأيك أستاذ؟ بس ونفس أستاذ. وين كمامة؟ الله يرزقنا على قد ما في بالشوارع زبالة. شو قلت لي اسم الحارة؟ حارة المنافس استاذ. المنافس. شو ما كان اسمها، شو ما كانت، هاي الحارة بتنضف مثل ما أنا شايفكن. هاي الحارة بتنضف وتحدي. يا عيني عليك، هذا الشيء اللي بدي أقوله وكنت خايفة ما تتقبلوه. يعني حالة الناس المادية سيئة جدا، يمكن إذا جبنا له أكياس زبالة توفر علينا كتير جهد. إذا أعطيناهم لكل بيت ربطة أكياس وقلنا لهم يحطوها جنب الباب ونحن براسنا بنجي بناخذها، بيكون حلينا جزء كبير من المشكلة، صح ولا لا؟ طولي بالك طولي بالك، بس هي شغلة البلدية. يو علينا، كل ما بدنا نلاقي حد بدك تقول لي هي شغلة بلدية أو شغلة محافظة، ما بتنحل القصة، البلد بتضل وسخة. بلشوا يا عيني عليك، أنت يا ريت ما تحكي معي نهائيا. شو بكون وياها؟ شو بكون؟ يعني ليش نازلين بعدكم مثل الديوك؟ خلص الخطة هي اللي عم بشتغل عليها سنتين، أنا قررت تشتروا كياس فورا وبتوزعوهن. حاضر استاذ. حاضر استاذ. استاذ صدقني ما عم نستفاد شيء، يوميا عم تنلم الزباله وتنشطف الحاره ويتوزع لهم اكياس جديده، بس الطبع غلب التطبع. طيب وين الاكياس؟ الاكياس وينها؟ والله ما بعرف يا استاذ. لو في عندكم اكياس اليوم استاذ. والله ما في عندنا اكياس، بس انا زعلان منكم، زعلان منكم كثير يا ابو سمر. يا باطل يا استاذ، ليه زعلان؟ معقول تاخذوا مني الكيس ب 50 ليره، من جاري ابو سعيد 55 ليره؟ استاذ هذا الحكي مو مضبوط، وانا مستعد لموزع فورا. كيف مو مضبوط؟ اسمع يا اخي، إذا الكيس حقه ليرة أضربه ب 125 يساوي 125 ليرة مبينة. هذا حساب مضابط أستاذ. نسان إنه أنا أستاذ رياضيات؟ يا أستاذ وعظيم ما بفوفي معنا. خلاص ولا يهمك، بس جينا كاس نبعتكم. ما في أستاذ، بس أنا تأخر علي أرضى عليك، لو ما عندنا كاسة خضرة. السلام عليكم. مع السلامة. سلام على معلمك. وطيب. هذا مو حل أبداً. هذا مو حل بنوب. أنا هيك رح يخيب ظن القيادة فيني. قصدي المختار. نحن
لازم نلاقي خطة بديلة، لازم ننتقل للخطة بي فورا. أنسى هند. بصراحة أستاذ أنا عم فكر بنفس الطريقة يلي حضرتك عم تفكر فيها، وعندي فكرة جريئة شوي بتمنى أنكم توافقوا عليها. أستاذ أنا عم فكر إنه نشتري حاويات لكل بيت ويكون شكلها هيك ظريف، تشهيهم يحطوا الزبالة بقلبها، والحاويات لا بتنشر ولا بتنباع، شو رأيكم؟ ولو شو نحن جايين نلعب؟ وين بده يكونوا اختفوا؟ دورتوا عليهم هون ولا هون؟ بكل الأراضي استاذ بلقينا شيء. بلكي البلدية ساحبتهم. استغفر الله العظيم على هالقصة. وأنت ليش عم تضحك؟ ليه؟ شر البلية ما يضحك. شو هاد؟ الأكياس انباعت والحاويات اختفت؟ طب شو نعمل؟ والله ما بعرف شو بقول لك يا استاذ، بس أنا في عندي حل. الله يخليك بلا حلولك ها. استاذ كل ما بدنا نقترح شغلة بتقلي تركني بحلولك، خلينا نقترح هالقصة. خلص. تركني أنا أفكر. معناتها مالي غير الخطة البديلة. هلأ أهل الحارة مو فقراء؟ طبعاً. خلص معناتها بتروحوا بتدقوا على كل باب وبتقولوا له إن إحنا بنشتري منهم كل كيلو زبالة بخمس ليرات، خليهم يجمعوا زبالة. بس عدم مؤاخذة أستاذ، يعني هيك بيكسرونا وبتسكر الجمعية؟ لك يا بني آدم، كم كيلو رح يطلع زبالة من البيت؟ نص كيلو؟ كيلو؟ نحن ما رح نشتري كل العمر، يوم اثنين ثلاثة أسبوع بالكتير. بيتعودوا على النظافة، بيتعودوا إنه يشوفوا حارتهم نظيفة، وبيصيروا يعرفوا إن النظافة عنوان الحضارة، وبيصيروا يعرفوا إنه ما يكبوا زبالتهم برا، وهيك بنكون وصلنا للهدف المنشود للجمعية تبعنا. مرحبا. أهلين وسهلين. شو ده؟ أنا من جمعية النظافة وفي لكم عندي عرض. عرض والله طول. شو بدي اشتري منكم زبالة بخمس ليرات الكيلو. خمس ليرات؟ امشي الحال. علي علي لا توفي علي علي خمس ليرات. طيب بديش بدكم الكيلو؟ كيلو بعشر ليرات بيمشي الحال. طيب ماشي، رح ندفع لكم 10 ورقات حق الكيلو، بتجوا لعنا على الجمعية، جمعية نظافة، تاني حارة، تاني باب، تالت دخلة على ايدك اليمين. تاني شخص بتشوفه اسأله بيدلك، يلا بخاطركم. شفتي جوزك شو شغل بالمصر؟ شقبن قلبي، شقبن قلبي. جوجو ريمو قلبه الحرق كله على قلبي على قلبي. عاشت ليه؟
خلصنا من اول تحدي طبعا ومع الصور. ورح نعمل مؤتمر صحفي وشوف الدعم من وزارة السياحة والإدارة المحلية والسيد المحافظ. طيب ماشي. شوف هلا شوف طلعوا طلع برا لبرا. هاي جبلكم طويل الزبالي ويا عيني من الزبط ولا هاي زبالي عنكم بالحارة كلها. لا هدول بس زبالتنا. يلا جولو بهدلنا واختنا حنخرج اخيرا. جيبوا حدا يشيل هالزباله وشيلوا الارمه وخلصونا بقى من هالمسخره. والله انا هيك كان اقتراحي من اول سكر الجمعيه ونخلص من القصه. والله تبهدلنا. احيانا بقعد هيك بيني وبين حالي وبقول قديش أنا محظوظ لأنه أنت حبيبتي. تتذكري أول مرة قلت لك بحبك؟ شو كان حلو هداك النهار. حسيت حالي طالعة من قصص الأفلام. تعرف عندي ثقة فيك. لازم توثقي فيني. أنا بحبك. وشو بيضمن لي؟ انتو الرجال بتحكوا كثير والقليل وبعدين فجأة بتختفوا من حياتنا وبتتركونا مكسورين. شو هالحكي الكبير هاد؟ اللي بيسمعك بيقول ما بتعرفيني، بس انا بحب ذكرك انه نحنا صرنا بنعرف بعض 6 شهور. ايه في ناس تزوجوا وطلقوا بعد 10 سنين لانه اكتشفوا انه ما بيعرفوا بعضهم. ايه بس هدول الناس مو نحنا. ايه شو بيعرفني؟ مو بيقولوا يا مآمنة بالرجال يا مآمنة بالمي بالغربال. اوعي تردي عليه او تصدقيها، هذا بكره بياكلك لحم وبيرميكي عظم. انا حذرتك. بس والله بحسه بيحبني. وليه اوعكها؟ لازم هو يحبك اكثر ما انت تحبيه مشان تضلي كسبانتي. بعدين الزلمه ما بيحب المره اللي بتحسسه انها بتحبه. لازم تتقلي عليه وتتبعي سياسه الزبل. بعدين مو اذا دقلك 4 مرات بتردي؟ اوعكها بتردي مره واحده وبس. ثاني تنبيه، إذا بيسألك بتحبيني ما بتجاوبيه. أوعك ها، ما بتحسسيه بالأمان أبداً. أوعك. يا الله طلعوا من حياتي طلعوا من حياتي. زياد بجنن، مو من هدول العالم اللي عم تحكوا عنه. يعني كل ما بنلتقى بيقول لي قديش هو حاسس معي بالأمان، قديش هو بيحبني، قديش أنا مهمة بحياته، وبضل بيقول لي عن جد أنا بحبك وأنا مبسوط لأني بحبك، كتير مبسوط. وأحياناً بحس إنه الوقت اللي بقضيه معك مدري شلون هيك بيتسرب من ايدي مثل الرمل كأنه سرقة. بس انا خايفة. يا الله ليش بتضلي خايفة مني؟ انت بتحبيني ولا لا؟ انا؟ سوزان انت اللي عم تخليني خاف منك هلا. الخوف تبعك بلش ينتقل لي. عن جد معهم حق رفقاتي، انتو بتحبوا الشاب الملعب والازعر والكذاب واللي بيزبلون. سألني انا. وحياتك وحياتك، البنت ما بتنعى طريق حلو، ما بتنعى وش، كل ما زبلتها بتلحقها. بس يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك إذا حطيتها وش. الله وكيلك الله وكيلك، بتصير بتتقل عليك وتقفلم عليك وتعمل لك حركات. سألني أنا سألني. لك البنت مثل الزيتون، قد ما رسيتها بتصير أطيب. بعدين تعالى إلا لك، بنات اليوم ما بيتأمن لهم ما بيتأمن لهم. لك سألني أنا، بنات اليوم الواحد منهم بتلعب على 100 حبيب. لا سيدي، سوزي غير شكل، لك ريتها تقبر قلبي. إن شاء الله بتقبر قلبي هالسوزي. لحد هلأ كل ما بتغزل فيها أخدودها بصيروا مثل التفاح الأحمر. قوم بيدك عليك يا صاحبي. لك البنات ممثلات بالفطرة، أصلاً من أول ما بيخلقوا بلشوا يتعلموا كيف بدهم يوقعوا الشباب. لك المرأة مثل الحية من تحت تبن، فجأة بتلاقيه قرصك
وبدون مقدمات. وانتي السادقة مثل العقرب بيلسع لسع. لك يخرب بيتكم انتي وياها، لك شبكم مثل النواحة وردادة. انتوا اكيد عم تحكوا عن حدا تاني غير زياد. زياد مو هيك، يعني شو الله جابه يجيب لي هدايا ويعمل لي مفاجآت مشان بالاخير يتركني؟ لا يا دبة، الرجال بيستمتع بعذاب المرأة، هيك الله خالقه. بالاول بيأرجيها انه روميو وبس. تعالى بتتحول لوحش كاسر وبتصير بدها تعرف كل شيء، وين رايح وين جاي ومين رفقاتك وش عم تساوي معهم، واطلع من العلقة اذا بتطلع. واذا بدك مثلا تلعب لك شي برتية تشدي بتقلب لك ليلتك سودا. واذا هيك مزبط حالك وطالع اكيد في وحده ثانيه بدك تشوفها، واذا تاخرت عليها دقيقتين بالموعد معناتها مو شايفني كلني لحتى تتاخر علي وتزبلني، ولا خلاص امنت اني بحبك وبلش يضيق خلقك مني؟ حبيبتي منين جايبه هالحكي هاد؟ بعدين انا ما تاخرت عليكي غير ربع ساعه بس، ودقيت لك على الموبايل وقلت لك رح اتاخر، مو يعني انه انا زبلتك او داخل ايه منك. بعدين هذا اللي عم تقولي دليل على انك بتحبيني. ما دخلك؟ لك قولي قولي انك بتحبيني، سمعيني اياها. لك شبكي سوزان، انا بحبك، ريحيني. بحبك. ولك تقبريني، لك تقبريني ان شاء الله. ولك انا بحبك، انا بموت فيكي ورح اضل موت فيكي لاخر يوم في حياتي. ولك ان شاء الله بتقبرني هالابتسامه وهالوش. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنت شو عملتي؟ شو عملتي؟ فهميني. لك شلون بتقلي له إنك بتحبي؟ شلون؟ لأني بحبه وهو بيحبني، حسيت بالكلمة وقلت شوف يا يعني. لك يا هبلة يا هبلة، الشاب بس يوصل للي بده يعمل البنت فجأة بيفجر كل مفاجآته فيها وبيستغلها بحبها وبعواطفها. يا لطيف، شو القصة معركة؟ والله موضوع مو هيك، صدقوني مو هيك. اسمعي مني كلمتين، وإذا بدك لا تسمعيهم زديهم بالبحر. الرجال مثل البطيخة، يعني أنت وحظك، يا بتطلع بيضة يا بتطلع مبرغلي وبلا سكر وبلا طعمة. لك بعدين معقول أنت كل واحدة بتقلك بحبك بتصدقها؟ لك هاي كلمة بحبك أسهل شيء عند البنات، أسهل شيء. اسألني أنا، لك لمين ما كان بتقول بحبك بتكون قايلتها لميت واحد قبلك. بعدين معقول أنت معقول الله يسامحك، أول واحدة بتقلك بحبك بتروح فيها؟ بعدين البنات مثل السحلية، لك كل شوي بلون. ولا تفكر هذا الجمال اللي عم تشوفه جمال طبيعي، لا بتكون هي شافطة وشادة ونافخة لعيلة حاجة ومسكرة ورموش ووصلة شعر وعدسات. يخرب بيته، ما عاد عجبهم العجب، صار بدهم يانا نسخة عن هيفا وليسا ونانسي. اي ما فشل براسه غير حالي كرماله. بعدين حبيبتي الشاب بيتسلى بالبنت مثل السيكارة، وبس يشبع منا بيروح لعند امه لتخطب لوحده ما باس تمه غير امه. بعدين تعي لقلك، اذا انت عن جد واثقه فيه لهالدرجه وانه بيحبك هيك، جربيه وحطيه على المحك، وساعتها ببين هالحب الافلاطوني تبعه لاي درجه واصل. ايه وشلون بدي جربه؟ قولي له تقليله بالحرف الواحد، اذا بتحبني روح خطبني. بس انا وانتي متفقين على هذا الموضوع. على شو متفقين؟ يعني أنا قايل لك إنه أنا لسه عببني نفسي، بعدين أنا ما بحبه لهذا الأسلوب. أنت بتعرفي يعني هلأ ما بقي شيء يثبت لك إنه أنا بحبك إلا أني أخطبك. والله أنت زلمة كبير وواعي وبتعرف شو يلي بيثبت لي إنك بتحبني. سوزان شو عم يصير لك؟ أنت ليش عم تتغيري؟ والله أنت تغيرت يا زياد مو أنا. بالأول بتقول بتحبني وبس حطك على المحك بتتهرب مني. على المحك؟ إيه على المحك. لكان شو؟ مو بيعني بتحبني، سمعت لشوف انك بتحبني، ولا الشغله بيع كلام وبس؟ هلا كل شيء سويته بحكي. يا ستي انتوا عن جد طماعين، وشو ما بيعملكم الواحد ما بخلص. ليش شو عملت لي شيء خارق ما بيعمله غيرك لاي بنت؟ ذكرني. اصلا ما انتم مثل القطار اكالين نكارين، بعدين ليش كل المشكله؟ قولي انه ما عاد بدك ياني وانك شايفتي لك شيء شوفي، قولي. لا خلص خلص. انا اسف. لك انا اللي اسفه. بحبك. لك انا بموت عليك. انا ما ممكن اتصور حياتي بدونك. ولا انا بتنفسك.
صوت الليل أزرق. لم أكن وحدي ولا هي وحدها، كنا معا نصغي إلى البلور. لا شيء يكسر ليلنا. هي لا تقول الحب يولد كائنا حيا ويمسي فكرة، وأنا كذلك لا أقول الحب أمسى فكرة، لكنه يبدو كذلك. بحبك. ألو، مرحبا سلمى، كيفك؟ كتير كويسة. بس كنت بدي أتشكرك. لا ما فيه شي صوتي، يمكن لأنه شوي مقربة. لا حبيت أتشكرك مشان شركة المناسبات اللي دليتيني عليها. كتير بتشكرك، وأنا بكرة إن شاء الله ببعث لهم الحساب. خلوني بحالي وحدي ومرتاح بالي، زهقت
يلا. The way that you want, the way you belong. وحدي وما